تابعين معكم مشاهدينا باقي فقرات بتحلى الحياة، وهلأ صار وقت نستقبل دكتور ريما بجاني، وموضوعنا اليوم رح نحكي عن الصورة اللي عم ننقلها لأولادنا. دكتور ريما بجاني أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. اليوم مثل ما ذكرت لين رح ننتقل من الموضوع يلي أثاره متصل من أسبوعين تقريبا، كنا عم نحكي عن الصورة يلي نحن ممكن نقدمها لأولادنا لحتى نحفزهم على أنه نشجعهم على التعليم الدراسي المسؤولية إلى ما هنالك. هون كيف بدنا نبلش بالموضوع مع ريما؟ إذا بتتذكروا كان موضوعنا عن استيم دو سوا، احترام الذات، يلي وشددت وقتها كان على أدوليسان، وانحرفت شوي انحرف الموضوع ورحنا انه كان في متصل عطاني هيدي الايماج يلي شوي نقزتني. نعم. يلي صراحه عم شوفها بمجتمعاتنا هي هيدي الفكره، الصوره اللي عم ننقلها لاولادنا بكذا محل، بالدرس، بالوظيفه، حتى بالكار، بالدايت، كيف بدهم يكونوا، يعني في موضوع كثير كبير. نعم. انا اليوم تحديدا رح احكي عن الدرس والوظائف والادوليسان بمحل معين. رح انطلق من الاحترام الذات. انا في عندي اولاد عم علمهم وبدي اياهم يكونوا بالمستقبل مرتاحين مع حالهم. الاهل بينسوا هيدا السوجي، بينسوا هيدا العنوان. اول شيء بصيروا حاطين هن صورتهم باللعبه، بفوتوا حالهم، بصيروا هن بدهم يعني شو عبالهم كانوا يعملوا بكبوها على الاولاد وبتخرب من هون. لانه صراحه ما بقى قادرين الاولاد يلحقوا الايماج يلي الاهل حاطينها، اللي هي مختلفه عن يلي هي فيها تكون مختلفه كومبليتلي، يعني جمله ممكن تكون مختلفه، ويمكن يكون الولد مش قدرته كمان يكون مثل الموضوع التاني الاهل بدهم، ما تكون قدرته. نعم. هون مزبوط، انا على طول بقول كلنا بنخلق عنا ذكاء معين وإناف، يعني كلنا قدرة معينة 100%. هيدي الطاقة إذا نحن ما عرفنا اشتغلنا عليها وحفزنا لهم إياها للأولاد وقويناها ما بيطلع منهم شيء. ريما بيقولوا 50% ذكاء، وهال 50% إذا ما نميناها ممكن تصير زيرو 100%. مشان هيك الولد بيخلق، أول ما يخلق قادر عنده كاباسيتي يتعلم 5 لغات، نوصل إحنا عمر معين ما بقى نقدر نتعلم يمكن لغة شوي. ليه؟ ما بنكون عم نعرف نشتغل على هيدي القدرة يلي عندنا إياها، اللي عندهم إياها الأولاد. وصراحة إذا هالأهل هيك رايحين لتاني اتجاه إنه الإيماج هيدي إنه يطلع ابني حكيم أو مهندس إكسترا، تنرجع ننطلق لموضوع التاني، يعني ما عم يشتغلوا على قدرات الولد. يعني قدراتهم حطت على جنب، ما انشغل عليها، يعني يمكن ما يقدر يطلع هيك إلا إذا هو اشتغل على حاله. يعني هون عم بفوتوا الولد بصعوبات ما بيقدر بقى يطلع منها إلا إذا كان عن جد قد حاله، عارف هو حاله شو بده. هون الصعوبة. مشان هيك عم نط هلا بين هالاستيم دو سوا اللي هو موضوع كثير مهم، وكيف ينميهم عند الاولاد، وهيدي الايماج اللي الاهل بيعطيهم اياها. اول شيء مثل ما قلنا، اذا البي كان هو كان على باله يعمل حكيم، بده يصير حاطط راسه براس ابنه تيعمل حكيم، وبيروح معه بطريقه غلط ليقرفوا اياها كمان 100%. يمكن الولد على باله يعمل ممثل، فنان، شيء ثاني، يعمل ميوزيك، عنده جو ارتستيك. انا بطلب من الاهل يستفيد الولد من كل قدراته بمحل معين، بدي روح بردم معه شو اللي بحب. في اولاد بيوصلوا لعمر معين بسالهم شو عبالكم تكملوا، ما بنعرف شو حلمكم، ما بعرف. لانه الولد لوحده اول شيء مش عارف لوحده ينميهم، وثاني شيء بتلاقي الاهل ضاغطين عليه بمحل معين، موجهينه فرد محل بدون ما يسالوه شو بدهم. مقررين يخلق، يمكن عشان ما يخلق نحن قبل ما راح يطلع حكيم. سوري بنكزع هذا الموضوع، لانه بتعرف نحن بلبنان عقليه، ليه فوالا لازم يا حكيم يا مهندس، مع انه ما عليه في كثير وظائف ثانيه كثير حلوه، ما عم بيلاقوا بقى شغل. بس نقول لهم صراحه انا هيك بدي اقولها كمان، بوقع يساعد البلد حكمة ومهندسين. سو عن جد في كثير امور، يعني انا راح اقولها، في عندنا دي ميكانيسيان بيعملوا ميكانيكال انجينيرينج، بيعملوا فيها، يعني صار فيها درس كمان، وفي عندنا ميكانيسيانيه وإلها دور ومحل مرتبين حاجه، بس نحن بنروح للاسف للمظاهر، للمظاهر، وهيدا البشع كثير عندنا. هي لا، يمكن عندي ولد انا بحب كثير يشتغل بايده، عنده اللي ترافو مانيوال هن بحبهم، في يوظفها، يعني مش ما عباله يعمل مهندس ويدرس مات وما بعرف واركيتكتشر واكسترا، عباله يعمل شيء ثاني وبينجح فيه وبينطلق. يعني انا صراحه بفوت حتى بالميك اب، رح احكي لكم كثير ديتاي، وبقول لهم للتلاميذ بيجوا، اذا حدا بتحب تعمل ميك اب مثلا،
في اخذها في نعمل سبيشال ايفكتس يلي بيعملوه بهوليوود بقول لك تتعلميها وتعمل انيميشن وتسافري لهونيك تشتغلي عليها. يعني يلي نحن فينا نقول انه شو مستقبلها يمكن بمحل معين. سو بليز اول شيء اودوا كومونيكي على طول برجع للتواصل. انا نرجع نشدد لاي عمر اكثر شيء نحن هون بدنا نكون عم نحكي مع اولادنا ما نقول بعده صغير يعني أبداً. ما نقول ابدا ابننا بعده صغير يعني انا ثاني وحده كنت رح اقولها عفاف نحترم قراره. هلا اوكي بعتبر الاهل بخافوا على ابنهم وعلى بنتهم وبدهم الاحسن سكيه تخبيان بس من هيدا المنطلق لازم يشوفوا الولد شو بده ويوجهوه ما يفرضوا عليه ابدا وما يفرجوه هالصور بمحلات معينة وهالكومباريزون يلي ما عجبتش أبداً كمان. أنا التشبيه برك الولد كان عباله يعمل هيدي الوظيفة وإجا البي أو الأم تحبشوا له إياها صراحة التعبير قلته مثل ما هو لأنه فيها تعمله انغلاق في بطل يعرف حاله شو بده عطول الولاد بيعملوا تيكونوا up to their parents شو بده بابا شو بده بي شو بده لانه هن المثال هن المثال لالهم وعن جد في اوقات بتسبب لهم ضغوطات للولاد لانه بصير يقولوا ما بركي ما حبوا بركي ما عجبهم بركي ما كنت قد طموحاتهم صحيح يعني كل شيء عم بيعملوه كرمال الاهل كرمال الاهل ما عم يفكروا هن بحالهم عن جد بنكون بصير عندنا اولاد وبكره ادولت مزعجين بحياتهم لانه ما اكتشفوا هم ذاتهم او شو بدهم قد ايه بنشوف تلاميذ بيدخلوا للجامعه وبنشوف في تغيير بالميجرز 100% يعني بيعمل هالاختصاص بيرجع بينط على اختصاص مختلف تماما وبيضل ينقل من اختصاص وبالنهايه ما بيعرف شو بده 100% واوقات بنقوا شيء ما بدهم اياه وبيقضوا كل حياتهم مقهورين لانه عم يعملوا شيء ما بحبه واسال شيء الواحد روح على شغله ومش حبه بصير يعني رجع احنا الشغل ما كثير لجلابه فكيف اذا شغله ما بنحبها خلص بحس حاله مثل اشغال شاقه نعم. مشان هيك اول شغله بقولها عند الادوليسانس بدي احترم له الشوا تبعه له بدي ناقشه بدي اساله شو بحب اذا ما بيعرف بوجهه بتعرفوا كيف بوجهه بساله بشوف اول شيء انا علمته ما انا امه وانا بيه وبعرف كيف شو عم بيقلع وشو ما عم بيقلع وشو بحب وشو ما بحب بساله بلاقيه بحب المات بحب البيولوجي رايحه للمعتير ساينتيفيك بقول له بالكاباسيتي اللي عندك اياها قادر تعمل 1 2 3 تعال فوت انا وياك على الجامعات نشوف شو معقول نعمل بالقدرات اللي عندك اياها موجوده عنده يلي انت عم قلع فيها بحب الليتراتور تعال نشوف شو قادر تعمل وضروري المدارس في كثير مدارس تحترم حالها عم تعمل اورينتيشن للاولاد بعمر معين في مدارس بعد ما وصلت لهذا المحل ضروري الكل نحن يعني كمان كثير ضروري نترك الولد مثل ما ذكرتي ريما هو يقرر هو شو بده صح. الاختصاص اللي هو بده اياه بالقدرات اللي هو بحس صح. قادر يعطيها بنفس الوقت كمان على الاهل ريما ما لازم يقلله من قيمه اي اختصاصات ثانيه الاتصال اللي اخذناه مش جمعتين. اسبوعين تقريبا صح. كان عم بيشبه انه انت بدك تصير ميكانيسيان صح اذا ما درست كمان يعني اول شيء مين قال ميكانيسيان ما بده درس اولا مثل ما قلنا في يعمل ميكانيكال انجينيرينج ويشتغلها ويكون ايديه كثير نضاف انا بعرف كان سامي كثير ايديه نضاف فوالا ويمكن يكون مثل ما قلت هو بحب في انا ولينا عن جد بسالهم بس يبلشوا اللي عندهم انه صغار بحبوا كثير السيارات بحبوا يعرفوا كيف بتتركب هلا مع الدريفت والاخبار بتعرفوا مع الفاست اند فيريوس ما رح نعمل كثير دعايات بحبوا هذا الميكانيك تبع السيارات انه كيف بيمشوا كيف بيقلع الموتور اكسترا في اولاد عندها موهبه بس للاسف نحن لانه عنا لانه الايماج المظاهر نعتبر الميكانيسيان شيء مش منيح صح وقبل ما نحكي عن الاورينتاسيون بالمدارس يلي بدنا نعرف كمان مني كريما انتم كاختصاصيين قد ايه ممكن نكون عم نساعد دوركم قد ايه لازم يكون فعال بالمدارس نحن كاهالي بدنا اورينتاسيون 100% يعني قبل ما نلوم المدارس نحن وهون رح كمل انه بمحل معين لازم الاهل يكون عندهم هذا الوعي الكامل انه بمحل مش قادرين يسألوا حدا يعني يستشيروا حدا تاني يستشيروا ضروري خلينا ريما ناخذ اول اتصال الو الو بونسوار بونسوارين اهلا وسهلا تفضلي بتشكركم على هالموضوع الكثير حلو اللي بمسني كثير انا بس حابه اعطي احكي شوي باختصار عن قصتي انا مزوجه جراح كثير مشهور بامريكا بس جراح كثير حزين تعيش بحياته لانه بيو جبره يعمل جراح وهو كان بده يعمل ميوزيشن بقى جراح كتير ناجح وبيطلع كتير مصاري بس مش مبسوط بحياته لأنه بده يعمل ميوزيشن وبيو منعه لأنه قال له أنه ما بتطلع مصاري
بقى قديش حكيك مزبوط حكيمي، ونحن كتير بنتشكركم على الحلقة الحلوة، بس حبيت هيك شارككم بهالاختبار. شكرا لك، شكرا لك. يعني حال واحد مجبور لأنه عم يعمل فولا. الوظيفة صح. يعني أنا بهيدا الكا بقول أوكي إذا بنلحق شوي بمحل معين في أعمل ميوزيك أم باراليل، فينا نعمل قابلهم نعمله الميجر الأساسية بنفس ضروري. ريما لفتني أنه مش بس هو حزين، هو مأثر على العائلة. أكيد. يعني زوجي عم تحكي بأسف صح، بحزن لأنه مأثر عليهم 100%. معك خبر، عفاف يروح غصب عنه، يجي غصب عنه، يمكن ببطل حتى هلأ كتر خير الله يمكن نجح إتوه، بس في بطل يعطي مثل ما لازم، بصير محدود بمحل معين. ما بقى يطلع كل قدراته، بصير خلص مثل روبو، بطلق عم نحكي عن روبو، بصير روبو رايح جاي خلص عم يعمل لازم يعمله خلص مجبور. فوالا. نتلقى اتصال اخر. ما الو الو مرحبا. يا هلا مرحبتين، تفضلي. مين معنا؟ احكي مع ال اكيد اكيد. عم تسمعني؟ اكيد عم نسمعك، تفضلي. انا بدي اقول لك شغلي، انا ابني من هو وتخرج بعد البكالوريا بده يعمل انفايرمنت. قال له ابو شو بدك تشتغل؟ شو الانفايرمنت؟ قال له بابا هلا اخر شيء هيدي الانفايرمنت فيري امبورتنت. هلا انا كنت اجينست ذا ايديا، قلت له لا بيعمل انفايرمنت، هو حابب بيعمل انفايرمنت. تخرج من الاي يو بي بالانفايرمنت، سافر على انجلترا عمل دكتوراه واجا لهون، هلا مدير عام وزاره البيئه. يعني سوري عم بخبرك هالقصه لاقول للاهل اللي عم يسمعوا انه مش كل شيء انت الاولاد انتم بتقرروا، الولد بقرر. فحبيت بس انه اقول لك على الحكي شو حلو اللي عم تحكيه. ثانك يو. يخلي لك يا مدام واهلا وسهلا فيك. فعلا هالشهادات كثير مهمه. عن جد طيب. يعني وهون بدي كمل انه بمحل معين اذا الاهل ملاقيين انه يمكن قراره مش كثير صائب او منه كتير بعد واعي شو بده، بيساعدوه يبينوله بيوجهوه مش بيفرجوه، بيقولوا له اوكي بهيدا الميجر اللي عم بتنقيها فيك تعمل واحد اثنين ثلاثه وما رح تقدر تعمل هيدا الباقي، او بدك هالقد وقت. يعني انا كسايكولوجيست وقت تخرجت عفاف كان بوقتها كان بعده تابو انه تكون بسيكولوج، انه بس بيعتبروا انه يلي هو مريض نفسي بيجي عند البسيكولوج، وكثير وقتها كان في مضايقات انه بس انا مش عارفين انه كلنا مرضى نفسيين. مش كانوا عارفين بس طب لبنان عفاف كلنا بحاجه كلنا من دون استثناء 100%. سو هون فيهم يوجهوا، فيهم يفرجوهم، فيهم يقولوا لهم اوكي هون فيك تعمل هيك، بعدين يمكن فيك تعمل حدا هيك، او يفرجوه شو في غير اشياء بتفوت بنفس الفيليير. يعني مش ضروري ينقلوه من مثلا مثل الانفيرونمون ينقلوه للحكيم، في يقربوا له اياها، فيهم يعطوا رايهم. اكيد نحن مش عم نقول الاهل لازم يقعدوا على جنب ما يعملوا شيء، وما يفرضوا، واكيد مش كمان يتركوه لما ننسى هو ادوليسون. يمكن هلا خوتين كان بهذا الموضوع بعد شو بيغير رايه ولا بس اهم شيء بليز يضووا له على الاشياء، واكيد ما يجبروه بشيء ابدا ولا يقللوا له من قيمه شيء ثاني. هيدا الموضوع المهم، ممنوع نقول له انه لا شو بدك بهالشغله او كذا، ولا يشبهوه بحدا ثاني. وهونيك الكارثه، هونيك الكارثه، لانه كل شخص كل ولد عنده قدره هو شو قادر يعطي شو قادر يقدم، وهون بنكون عم نلعب له دغري على الوتر الحساس اللي هو الاستيم دو سوا. مش هيك عم برجع ردكم عليه للموضوع، هيك بننمي. يعني انا كان عندي لسه هذيك المره انه شو لازم كيف نميلهم احترامه لذاتهم لحتى يحترموا الاخرين 100%. يعني هيدي النقطه لما بنشوف اشخاص بنقول انه مثلا عم يتكبر عم بيشوف حاله صح. عم بقلل من قيمه فلان، هيدي كلها بتجي على نفس النقطه لما 100%. بيكونوا حاطين له هالكاتيجوري مختلفه عن هالكاتيجوري بصير فيها العقد النفسيه. مزبوط. وخاصه انه بنعتبر نحن انه نحن اذا احترمنا شخص ثاني ما بعرف ليه عندهم اياها كانه قل شيء منهم. وهون الحق على الاهل 100%. بمحلات معينه عن جد بنغلط اغلاط بنكون مش منتبهين، لا محبتنا لاولادنا ما رح نقول لا، بس بنكون عم نضايقهم اكثر ما عم نعطي، لانه دائما عم نطلع باولادنا بالصوره اللي نحن بدنا اياها فوالا على طول. هيك مشان هيك بتلاقوا انه خلص وبنخرب لهم اياها. بصير الولد مش عارف حاله شو بده، مش عارف اذا بده يرضي حاله او اذا بده يرضي اهله او بده يرضي المجتمع. هونك بتوصلكم على بارت ثالث، نحن مجتمع عايش على المظاهر، وهيدا اكبر مشكله، اكبر مشكله. نحن مجتمع عايش على المظاهر، نتاخد للاسف صح. خلينا ناخذ كمان أوكي. اتصال. الو الو بونجور. بونجورين، اهلا وسهلا فيك، تفضل. بدي اسال دكتور اذا تلميذ ترازيام في من هلا هالعمر يبلش يتجه على المجال اللي بده اياه؟ نعم.
نعم، إذا واثق من قراره وعامل الرشرشات اللي بده إياها وعارف بيقدروا ساعتها بينمي. أنا مع إنه يقدروا ينقوا دجا، ليه؟ بيكون معه وقت الكافي إنه أنا أوكي بدي أعمل هيدي الشغلة حتى أشوف وشو أول شيء اختصاصاتها وشو بتأمن لي مجالات عمل، لأنه أكيد بالنهاية نحن ما نشتغل، وقديش بقدر أنجح فيها أنا. سو من هيدا العمر أكيد بالعكس من الضروري بالبريفيت فازيام إنه يكون بلش يتجه. انا ضد يوصل على الترمينال مش عارف اعمل هون الكيس بيصير عم ينقي على السريع ومش عارف وبياخذ شويات اوقات ما بتناسبه. قد ما بكر قد ما احسن، بيكون معه وقت كافي تيعرف حاله وتيعرف شو قادر وين يوصل. مش هيك لازم يكون عنده كذا شوى، بيكون احسن كمان. ريما، بخصوص الاولاد يلي مثلا بيكون عمرهم 10 سنين وعم بيحاولوا اهلهم انهم يوجهوهم لدومين معين، بيصيروا مثلا يسالوا اهاليهم بعدين بمحلات انا مامي شو بدي اعمل لما اكبر؟ لما هون بيقولوا لنا هالاهل هون هيك قبل ما ناخذ نتلاقى اتصال، شو ممكن نجاوبهم نحن مثلا؟ شو بدنا نعمل لما هن بيقولوا من عمر 10 سنين ولا. وسبع سنين، شو بدك اعمل لما اكبر؟ اول سؤال شو بتحب؟ شو بتحب؟ اول سؤال خلينا على طول. انا بالدرس وبالشغل فوت الحب، لانه اذا ما كان في حب كان كارثه 100%. بنتلقى اتصال. الو، مساء الخير. يا هلا، مساء النور، تفضل. يعطيكم العافيه. يعافيك. وشي انا بي كمان لولدين. خلي لك اياهم. وانا عملت دراستي كلها باوروبا مش هون. واللي عم بتقوله الدكتوره في شيء كثير مهم، لو تعملوا لنا حلقات منه، لانه هذا الشيء بيفيد الشعب اللبناني كله وبيفيد هالطلاب كلهم، لانه اليوم الاورينتيشن كثير قليله. ثاني شيء دكتور اللي عم تقوليه، الباك جراوند تبعه كثير واسع، ولا شك انه هذا ما في منا بعد بايامنا الحاضره. نحن كمان على ايامنا نحن ما كانش يخيرونا، كانوا يسيرونا بالنتيجه. كنا نعمل اختصاص اللي بيريدوا بي، اللي بتريدوا امي، او يسالوا عمتي شو بدهم كمان، وهذا حسب اختيار القصه. هلا اليوم نحن ما عم نوصل لهون، بس كمان بنتامل انه يصير في عنا بلد، يصير في اوبورتونيتي بالبلد. لانه هالاختصاصات كلها اوقات الواحد بيتاسف انه تعلم. نحن ما بدنا نوصل لهون. اللي عم تقوله الدكتور شيء رائع جدا يفوق الوصف يعني. انا بعتز انه في ناس بيطلعوا على التلفزيون بيحكوا بهالطريقه هيدي. بالقليله بالقليله مش عم بتنوروا الاولاد، عم بتنوروا الاهل. مظبوط. بتشكرك انا. شكرا لك. بدنا نتوسع بالموضوع اكثر لحلقه ثانيه من ضمن صوتنا لك اكيد. على كل حال ريما، لما بنكون نحن معك نحن كلنا عم نتعلم منك، نعتبر حالنا كلنا تلاميذ وعم نستفيد من خبراتك. يعني هيدي الشهاده بعتز فيها. حناخذ كمان اتصال. الو الو، بونسوار. بونسوارين، تفضل. جوزيف عم يحكيك، انا باي. اهلا وسهلا فيك. بدي اعطيكي خبره شخصيه. تفضل. الوالد كان بده اياني اعمل حكيم. وانا كنت حب اثنين دومين، يا اما ضابط يا اما محامي. بما انه نعته الوالدة الله يرحمها وقتها وفت عملت محاماه، ب 92 تخرجت، طلبوا بالسلك العسكري ضباط. فت عملت ضابط كمان، انا هلا مجاز وضابط بالسلك العسكري. يعني انا عملت اللي انا لازم اعمله واخذت اثنين بحياتي مش واحد. الحمد لله. بقى بدي اقول لكل الاهل ما يسمعوا لحالهم، يسمعوا لاولادهم. مثل ما تفضلت الدكتوره، شو بيحب الولد لازم يعمل تينجح بالكارير اللي هو فيه. وميرسي لكم، والله يخليكم على البرنامج. يعطيك الف عافيه جوزيف، شكرا لاتصالك. شكرا. حلو لما لفت لي نظري شغله اليوم، في عنا نسبه رجال عم حبيت عم بيفتش شغلهم. صح صح. ولا وكثير عن جد بقدر الشهادات اللي عم بيقولوها، هو تصديقا على كلامنا يلي عم نقوله، انه عن جد لازم نحترم قدره الولد والشواء تبعوله، نوجهه بس عن جد نحترمه. هذا نحن ما بنحترم اولادنا. فوالا. نطلع اتصال اخر. الو المصور. يا هلا بونسوار، مين معنا؟ معك كريستال. بدي اخبركم انه انا درست سيفل انجينيرينج على اساس انه بحبه. لما انا وعم بدرس بلشت اعمل ستاج وانترنشيب، اكتشفت انه لا، عن جد مش انا هيدا اللي بحبه. وهلا من بعد ما تخرجت عم فتش على شغل وعم شوف انه انا مش عم بحب هيدا الشيء اللي هيدا الشيء اللي درسته. كيف فيني هلا ارجع اعرف عن جد شو الباسون اللي عندي؟ لان حتى ما بحس حالي انه بحب هيدي او هيدي. اوكي. كريستال تخرجت، يعني خلصت دراستك الجامعيه. مظبوط. هلا وهلا ما عم تلاقي حالك بالعمل. مظبوط.
واهلك كريستال كانوا يوجهوك على اختصاص معين قبل؟ لا ولا مره هنا قالوا لي انه اعملي هيك او هيك. انا كنت مفكره حالي انه بحب هيدا الشغله بس ما كان في هيدا التوعيه بالمدرسه عن جد شو يعني السيفل انجينيرينج. صح فوالا هون حالي كمان فوالا هون بدي انصحها من دومينا لانه بمحل معين طبعا يعتبر الانسان حاله خسر اشياء معينه وبده يبلش all over again. مع انه في ناس بتعرفي حتى بالمهن على الأربعين في ناس بيتركوا وظيفتهم بيروحوا لشي تاني وانا بقول لهم شابو با انه عن جد بيرجعوا بيلحقوا حلمهم وبينجحوا كثير منيح على الشغله. على كل حال في عندها شغلتين فيها تنطلق من اللي عملته وشو فيها تعمل تكمل منه بس شيء غير. بتعرفي هلا فينا نعمل يعدلون اكسترا تنقي اشياء حدا يعني لازم تعمل سيرش هلا على الاشياء المعقول تنطلق من هذا الشيء ومن ميلة تانية تكتشف حالها بمحل معين في اكتشاف الذات انه هي وين وشو بتحب تبلش تبرم بدها تكتشف حالها بمحل معين هي تعرف حالها. اتصلت كثير ريما. الو بونسوار. اهلا وسهلا فيك تفضلي. انا تلميذه بالبريمير وحابه اعمل اوديو فيديوال بس ما حدا عم بيشجعني. انت انه برايك لازم اعمل شيء ايكونوميك ما بيطلع مصاري او شيء اللي بحبه؟ يعني شو قولي الجواب بده يكون بس مع مين عم تحكي؟ مع الاوديو فيجوال كلهم بقول لا صح يعني. واكيد ما في شك بدي اقول اعملي اللي بتحبيه لانه اذا بتحبيه رح تطلعي منه مصاري اكيد. وعن جد ما يكون هدفنا المصاري يكون هدفنا نكون مرتاحين مع حالنا ومبدعين خلقين مبدعين ما هي وقتها نكون بس مرتاحين مع حالنا وحبينا عن جد نبدع. مشان هيك بقول لها اول شيء تاخذ قرارها الصح تعمل اتيود يلي هي بتفوت بالهيدا تعمل اتيود تشوف شو في هلا الماركت شو في عليها وشو في بالمستقبل. نحن هلا عم تدرس هلا بقى تتخرج يعني هي مش هلا مماطنه ما لبعدين عندها اربع خمس سنين لقدام وين بكون صار السوق وشو عندها كاباسيتي اذا عن جد بتحبها قد ايه فيها تنطلق فيها. وعندنا كثير لبنانيين انطلقوا برا بكل الدومينات فهون ما لازم تقلل من قدراتها بس تكون اكيد عارفه حالها قد بتحبها بتعرف حالها بدها تفوت كثير بهذا الدومين بدها تكتشفه مظبوط. هلا في بالقلبه سيني رانكونت يلي كنا عم نحكي عنها مع جوليا قصار فمن اللي بندعيها بلشت الاربعاء بتنتهي السبت فيها تكون تنضم لإلهم وهيك بتصير تتعرف خبراتهم يعني كل شخص لازم ينزل على الارض ويشوف ما في يضل قاعده بالبيت وشوف انا معقول حبها او ما حبها بدي انزل. ومثل ما قالت المتصل اللي قبل انه هي فكرت حالها بتحبها بس ما مزبوط راحت شافت شو يعني على الارض شو الشغل. لازم الشخص ينزل يشوف شو يعني يقرا ينبش اكسترا. ريما بجاني اكيد الحديث معك ما بيشبع منه. اهلا وسهلا فيك اكيد بشكر كل المتصلين كمان يلي اكيد شاركونا والمشاهدين يلي عم يتابعونا. ومثل ما عرفنا هلا كيف لازم تكون قصتنا مع اولادنا رح نشوف سوا هلا قصه السنافر بهاري بوتر.